today, inshallah, we are going to talk about Qutbul Zaman. Look at the word, okay? Unit 1, this is 2, digestive system. The part is I feel good, okay? النهارده ان شاء الله هنتكلم عن سيستم ان اور بادي جهاز في جسمنا وهو الايه؟ الدايجستيف سيستم. وات از ذا مين جو اوف دايجستيف سيستم؟ الجهاز الهضمي. برافو عليك، الجهاز الهضمي. بيك كده فور هير. خلينا نبدا الاول نعرف الجهاز الهضمي. الجهاز البادي كده الجسم، اول بارت في الجهاز الهضمي هو ذا فود طعام فود وي بوت فود احنا بنحط طعام فين؟ فود وي تشو فود وذ اور تيث. برافو عليك. افتر ذات الطعام بيدخل من الماوس بعد كده على حاجه اسمها اسوفجس يعني ها؟ المريء. برافو عليك من المريء. طيب ينتقل الطعام من المريء موفز تو ذا اسوفجس يعني ايه؟ المعده. برافو. المعدة هو ايه من جوه؟ فيها ايه؟ جاستريك جوس. جاستريك جوس. جاستريك جاستريك جوس. اوكي؟ العصارة الهضمية دي بتعمل ايه في الطعام؟ سمول انتستين. العصارة الهضمية بتعمل ايه؟ برافو عليك. بالانجلش بقى هنقول it changes food to simpler form. بتحول الى شكل اقصر. شكل ايه؟ اقصر. وبتدينا ايه كمان؟ انرجي اند نيوترينتس اللي هو الايه؟ برافو عليك يا سيدي، جميل خالص. جوه بقى بعد المعده بيخش بعد كده عندي حاجه اسمها سمول انتستين. يعني اسمه انتستين؟ وات از ذا جوب اوف سمول انتستين؟ وظيفتها ايه؟ سمول انتستين. Who can tell me in English the job of small intestine in English؟ يعني ايه تكمل عن الكلام؟ يعني تكمل يعني complete. تكمل يعني complete. The digestion يعني digestion يعني الهضم. تكمل عملت ايه؟ الهضم. اوكي؟ بعد كده عندنا معايا large intestine. يعني large intestine؟ تنزل الماء والايه؟ والماء. وايه كمان؟ ها؟ لا بتطلع الفضلات. بتتخلص من الفضلات يعني ريموفز ويست. ريموفز ايه؟ ويست. لو انت فهمت ان عربي يعني وظيفه الحاجات دي خلاص ترجمها للانجلش. يعني فهمت وظيفه مثلا الامعاء الصغيره اللي هي دقيقه سمول انتستن هقول ان هي بتكمل عمليه الهضم انها يعني ايه؟ بتكمل يعني كومبليت عمليه الهضم ذا دايجستشن الهضم. اوكي؟ اي حاجه فهمتها ترجمها عادي خالص. ده انا هترجمه بالعربي بالعربي ترجمه بالانجلش. اوكي؟ طيب كده عرفنا الدايجستيف سيستم من خلال البادي. Let's see no keep the cats. First word is يلا esophagus. 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 طب البي اتش هنا بتضغط ايه؟ اس. بتضغط فحم. بتضغط ايه؟ فحم. اوكي. Lungs. 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 diaphragm. مش ملاحظين حاجة هنا في الكلمة؟ الجي سايلنت ما طلعتش. الجي سايلنت، اوكي برافو يا هند. ها البي اتش مش نطقت فيها. فاهم، نطقت فاهم، برافو عليك، دي نطقت فاهم. نقول diaphragm. diaphragm. اوكي. prison يعني يستنشق. يستنشق الهواء. طب breathe out. تخرج الهواء. ها؟ اكسجين. انا لما بتنفس ايه؟ اكسجين. اكسجين. بتنفس ايه؟ اكسجين. طب لما اجي اعمل عمليه بريد اوت اصفر زفير بعد اطلع ايه؟ كربون دايوكسيد. اوكي؟ اوكي. طيب نوز. نوز. دايجست. ها؟ جاستريك جوس. جاستريك جوس. Who can read the other?
juice. Small intestine, large intestine. Excellent girl. Big clap for. في الدنيا هنا اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو digestive system. تعالوا نشوف مع بعض بيجينا في الامتحان ازاي على شكل اختيارات تشوز بيجينا على شكل ري ارينج يعني ترتيب. اول سؤال بيقول لي تسين تسين سنه ريز سنتنس ري ثرو يعني وي بريث ثرو اور وي بريث يعني ايوه نحن ايه بريد يعني throw our a nose mouth ear nose برافو عليك اكسلنت برافو عليك بيك كلاب فور ياسين بريد throw our nose نمبر 2 من يبو كارينا ناسا يسو لا لا around our body اللي هو ايه؟ 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 ده بلاد بلاد اللي هو الدم around our body اللي هو جسمنا كيف ده؟ ماشي؟ the heart stays blood around our body بان طبعا حاطين هنا اس كل جر اوكي the heart pumps or breathes or chews برافو عليك pumps سواء هو is standing just the only one who had to answer or has to answer okay the heart sprays the blood around our body pumps the القلب بيضخ الدم number three yes you say we food with our teeth we food with our teeth chew we chew is not chew it's not chew chew we chew or feed or breathe chew yes we chew food with our teeth excellent rearrange بقى الترتيب بيقول لي the stomach the esophagus to the mouth will go from عايز نعمل قبل كلمة the esophagus أو the esophagus اوكي مين اللي بيقول الجملة دي؟ لو احنا حابين نبدأ بكلمة the esophagus اوكي let's start with the esophagus نعمل خط من على كده ونقول the esophagus ديت بالنسبة لي أصبحت إيه؟ صعب يعني فعل. عايز بعدها ايه؟ ها؟ عايز بعدها ايه؟ فعل. برافو عليك انت عايز بعدها فيرب. فين الفيرب في الكلام اللي موجود؟ هل هو ستومك ولا تو ولا ذا ماوس ولا جوست فروم؟ جوست فروم. جوست فروم. يبقى اسوفجس نمبر 2 جوز فروم. يعني المريء مش رايح المريء. قول المريء ها؟ الاكل بينزل من خلال ايه؟ المريء. الى ايه؟ Thank you and goodbye. See you back to the camera. Goodbye.